عسلم 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 عسلم. اهلا، لاباس عليكم؟ صافا الحمد لله. خدموا لي رواحكم. امين متزاير اكزاكتومون موستا غانم. محمد متزاير اكزاكتومون موستا غانم. تحيه الاشقاء الجزائريين. احكي لي شويه على موستا غانم. موستا غانم مدينه سياحيه بالدرجه الاولى، وكلاسات نورمالمون البريمير في لي توريست اللي جاوا هالسنه. نورمالمون بليس دو 6 مليون هكا دخلوا لموستا غانم، نظرا للموقع تاعها شباب وهي جوهرة الغرب. كيما نقولوا احنا حمامات في تونس، سوسة. فيها 33 شاطئ زعما هادو المحروسين، فيها السيرفاس تاع البحر بالك يجي 120 ولا 200 كيلومتر، هادي غير بحر. هي تطل على البحر الأبيض المتوسط تاعنا. قلتوا لي أنت ديما تجي والمسيو أنت أول مرة. أول مرة، لا بريمير فوا. قداش بقيت في تونس؟ اليوم نهار زي اليوم نهار دي. اول نهار دوزيام جور دوزيام جور جينا البارح وانا مداري نجي زعما ديبي 2017. قولي انت اللي باش تحوس بيه في تونس ان شاء الله. شنو البلايص اللي تعرفهم؟ انا كيما هنايا بريسك العاصمه، الحمامات، سوس، نابل، قابس، تل جربه. قلت للجنوب زاد؟ لا مازال لي غير جربه ما هوتلهاش. لا ما مشيتش. لا قلت لي قابس توا. لا اللي نعرفهم نسمع بيهم. تسمع بيهم ان شاء الله. اني احسن بلاصه عجبتك؟ انا هنا عجبتني حمامات بزاف. حمامات ياسر حلوه. بزاف سيتو حمامات ياسمين. شابين بزاف زعما بحر شباب، لاكي ما شاء الله، لي زوتيل نضاف، شعب باهي، يهدر غايه، اورينتي غايه زعما ما شاء الله. الله يبارك. مرحبا بكم مره اخرى. قلنا باش نحكيو في موضوع فارق العمر بين لي كوبل، هل ياثر سلبا على العلاقه ما بيناتهم ولا عادي؟ عندنا العرب ولا عند الكور؟ كل بي خلينا في احنا عند العرب. هي نورمالمون زعما على باز ما ياثرش، باسكو كون شيء اثر نبينا عليه الصلاه والسلام ما يديش مراه كبيره عليه، احنا توجور نقتدوا بالرسول عليه الصلاه والسلام. سيدنا رسول الله دا مراه كبيره عليه بكذا من سنه ونجحت وما شاء الله، وشفنا زعما دي زيكزومبل في لا رياليتي تاعنا ولا في المجتمع تاعنا، ناجحين ومتفاهمين ومكونين اسره ما شاء الله. انت تنجم تتزوج بمراه اكبر منك برشا؟ انا ديجا متزوج بصح صغير عليا. ديجا متزوج؟ لو فرضنا ماكش متزوج نورمال تبان لي عادي، ماشي بروبليم. اوطون كو تعجبك اخلاقها ودينها وتربيتها وتعجبك كشخص تبان لي زعما ماشي بروبليم. ماشي بروبليم في اللاش. ما توليش بروبليم في اللاش. يعني هو العمر اللي ما يسمحش بالعلاقه. كيف فارق العمر اللي ما يسمحش؟ اللي ما يسمحش بيان سور كي تكون مرا اجي بزاف. باغ اكزومبل هو ان جون دو 22 ولا 25 ولا وهي باغ اكزومبل 50 ans 60 ans ديجا راها في باردون مش عارف لا تفوت هذيك لا مينوبوز تاعها، سيتادير ما تقدرش تجيب دراري ما تقدر والو. هنا تبان لي انورمال والله اعلم. بصح كان هي باغ اكزومبل هو 22 هي 30 35 تال 40 ans يا با دو بروبليم. وين هو فارق العمر اللي يسمح؟ انا اللي قلت لك هو ما بين 10 سنين 15 ans تال 20 ans. اي برشا مرات نجم كي عرس بها تجيب دراري وتجيب صوالح ماشي بروبليم نورمالمون. هذا اعتقادي انا، وكاين ناس تجي معايا ولا تختلف الله اعلم. عشتوا مرة علاقة مع امراة اكبر منكم؟ انا لا لا قاع الا عشت ما نقولكمش في الكاميرا. حتى كان عشت انت بالذات وانت متزوج ولا؟ متزوج. زوجاتكم ما جاوش معاكم؟ لا انا راه خدامة تخدم ما بقاتش تجي، خليتها في الخدمة. نرجع للموضوع، كيف يبدا الراجل اكبر من المراه؟ برشا هنا. شوفي هذه الحالات نلقاها بوكو بلوس كشغل زواج تاع مصلحه بزاف. باش مراه ان جان في تزوج مع واحد اجي 90% تلقاها زواج تاع مصلحه. ما ينجمش يكون حظ. لا ينجم. ينجم يكون حظ. ماجوريتي كي نقول لا ماجوريتي سيتادير مش الكل. فوالا. اي حاجه نحكيو عليها راهو مش الكل. فوالا اكزاكتومون رانا متفاهمين في هذه النقطه. ممكن زعما هو يعيش في ليترونجي ولا 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 عندها دراهم بزاف ولا في هذه الحالات تلقاها كيما ان جان في هو مصلحه خاطرها صغيره ولا هو ولا هي مصلحه خاطره كبير. فهم مش مصلحه خاطرها صغيره. لا هو ما عنده حتى مصلحه، هو اللي يحب عليها يديها يحب على وحده دونك هو كبير وخذ وحده صغيره. مصلحه مش شيرتي. لا في مينين اكثر نورمالمون. ما عجبنيش صح نورمالمون. لا هذا رايكم انتم. هذا رايي انا، هذا مجرد رايي انا، ما نمثلش كاع الناس، انا نمثل شخصي. هذا رايي.
شفتوا علاقات هكا معناها طفله صغيره برشا ومع رجل كبير برشا اللي عندها 14 ديت واحد عندها 60 14 اش تفهم في الحب هاي مشي هي كشخص ما تفهمش بصح والديها يحتموا عليها يبغوا يصوفوا كيما نقولوا احنا يخرجوا من لا ميزير وهذه ماشي هذه لا انسانيه بالنسبه لي لا انسانيه ان جون في مازالت في الطفوله تاعها الطفوله تاعها ما عشتهاش 14 سنه صغيره برشا مازالها بيبي شنو راي كيما راي يقول كيف صح نحب نشوف نظره الرجل الجزائري رايو في فتاه احلامه احنا جينيرالمون انسان احنا نهضر لك على كتزيريين يحوسوا على بيت الفاميليا يحوسوا على بنت الفاميليا هذا ماك فيش احنا في الجزائر جينيرالمون لي زوج يحوسوا على بنت الفاميليا كيما نقولوا اكيد 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 بنت العائله اما كيفاش اعطيني مواصفات في الطبيعه في الشكل تخزر له ولا لا نخزروا جمله نخزروا لا نشوفوا الشكل تكون مقبوله الشكل النظره الاولى ديما في الشكل انا كي نقول لك الواش يشوف نعطيك 50% 50% يشوف الاخلاق تكون متربيه عاقله مدينه صوالح تبقى هذيك زعما مقبوله الشكل لازم مدينه ولا لا مش لازم بصح احنا شوفي احنا مجتمع محافظ احنا مجتمع محافظ بزاف دونك احنا لا ماجوريتي ما يديش وحده متبرجه يعني مش مدينه لا مش بالضروره مش مدينه برجه معناها تعري برشا اكزاكتومون تعري برشا مش ما تلبسش فولاغ تلبس القصير تلبس فوالا هذه هي قبل كل شيء الشكل والاخلاق بعديك بعد الشكل و هذه هي ولا كانت عندها دراهم ثاني معليش لازمها تخدم ولا لا؟ لا كل واحد وعقليته باريزوم هذا ما يبغيش تخدم انا نورمال ما عنديش اشكال عادي خاطر فما يقولوا اغلبيه الجزائريين ما يحبوش مرتو بس خدمه من الخدمه اي اكيد اي في القطاع التعليم في قطاع الصحه هادو معليش يا با سوسي فنانه ليه؟ فنانه؟ لا جامي تلافي فنانة مشهورة لا جميلة تحب الشيرين مثلا لا شيرين أشوف في صوالح مش راهم يصرا عايشين في السوشيال ميديا وعايشين في الآخر أكيد ضد أنا هذه لا من حقك أي هذا رأيك في قطاع التعليم في قطاع الصحة هذه صوالح الباينين ماهيش بيرسوناج بوبليك فوالا اكزاكتومون باسكو غادي تطغى عليك غادي تطغى عليك يمكن وأنت كيما كيما راه يقول صاحبي علاش ما تحبش مرتك تخدم الساعة؟ ما نبغيهاش تخدم خدمة أنا يا معناها خاطرك حزار وما تحبش في مرتك ولا خاطر أنت قادر متوفر كل شيء؟ متوفر كل شيء متوفر لها كل شيء ما نبغيهاش تخدم متوفر كل شيء شو الحاجات اللي الرجل الجزائري ما يحبش مرته تعملهم؟ خلاف الخدمة تخرج مع صاحبتها لا جامي لا جامي معناها كي تصحح صديق صاحبتها تقطعهم شي تقطعهم لا واه شي تقطعهم تروح صاحبتها في الدار اي هكاك نقصد اونتر فامي ماشي صاحبتها زعما باريزوم تاع اللي كتقرا معاها تولي كل خطره تخرج عندها ولا وحنا نخرجوا بالمناسبات شوف احنا في المجتمع تاعنا احنا هاك وانتوما هاك احنا ما عندناش باريزوم مرات تخرج وحدها ما عندناش مرات غير تخرج هكا بلا سبه لا تخرج تعمل سبور مثلا لا سبور لا باريزوم في انسال هكا بريفي ولا ممكن واه ممكن في السلام ممكن بصح حنا تاعنا ما يروحوش يديروا في الدار في الميناج وكاع ميناج كهو مراه معناها ميناج سي ان سبور امبورتون ميناج نحترم رايكم هازيلو ومرحبا بكم مره اخرى في تونس خلي لكم كلمه الختام والله تونس شعب مضياف ما شاء الله عليكم ولا ما شاء الله والله ما شاء الله باردون وربي يحفظ تونس ان شاء الله والله العظيم الشعب يستاهل كل خير الشعب يستاهل كل خير بمعنى الكلمه ربي يفضلكم بارك فيك شكرا عايش.